في الإيطالية بيلي تعني الجلد، وأجرا تعني خشن، وبيلاجرا مرض يعكس الجلد الخشنة في مراحله المتقدمة. فهو مرض من أمراض سوء التغذية، سببه نقص حمض النيكوتينيك أو النياسين من الطعام، وهو أحد مركبات فيتامين باء. أيضاً يحدث المرض أحياناً نتيجة التسمم الكحولي لدى المدمنين. النياسين، والمعروف أيضاً باسم فيتامين B3، قابل للذوبان في الماء، ومصدر هذا الفيتامين هو الغذاء أو ينتجه الجسم من الحمض الأميني تريبتوفان. لمشتقات النياسين دور هام في استقلاب الكربوهيدرات والبروتينات والأحماض الدهنية. معدل انتشار مرض البلاجرا غير معروف حتى الآن، ويقدر وجود حالات قليلة من المصابين بالمرض في الأوساط الفقيرة وفي صفوف المشردين والمدمنين. ينتشر بنسبة أكبر لدى البالغين ويصيب الجنسين وجميع الأعراق. أعراض المرض عديدة، أبرزها نقص الوزن، الضعف العام، أعراض متنوعة جلدية مثل احمرار الجلد وجفافه، وظهور قشور في الأجزاء المعرضة للشمس كالخدود والأنف والرقبة واليد، واحمرار اللسان، وأعراض هضمية من اضطراب هضمي مصحوب بإسهال وعدم القدرة على امتصاص الغذاء وفقدان الشهية، وأعراض عصبية مثل الصداع والتوتر والأرق وانقباض نفسي وسبات عميق أو هياج شديد أو الصداع والتوتر وضعف العضلات وأحياناً نقص القوى العقلية.